من رسول يحمل كتاب إلى ملك بصرى إلى مكان يحمل تاريخ لعشرات الصحابة وعشرات القصص. من هو الحارث بن عمير الأزدي؟ وشو سبب وجود المقام في هاي المنطقة تحديداً؟ وكيف تأثرت المنطقة كاملة بوجود المقام فيها؟ هاي الأسئلة وغيرها رح نعرف إجاباتها وإحنا اليوم في محافظة الطفيلة، تحديداً في مقام الحارث بن عمير الأزدي. نبدأ من عند الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، حيث أنه قدم برسالة إلى ملك الروم. فلما وصل إلى هذه المنطقة اعترضه جنود شرحبيل ابن عمرو الغساني، فقالوا: من أين أنت؟ قال: أنا من المدينة المنورة. فقالوا: هل أنت من جند محمد؟ قال: نعم. فهنا أسلموه إلى شرحبيل ابن عمرو الغساني. فلما رآه شرحبيل مباشرة أمر برباطه فأوثقه وقتله صبرا، بمعنى أنه الصحابي الجليل الوحيد الذي قتل كذبح النعاج. فلما بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أوجد عليه النبي أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا، وأبلغ الناس عن هذا الصحابي الجليل بأنه قتل، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه جيش مؤتة. وكان السبب الرئيسي، إذا سئل أي إنسان ما هو السبب الرئيسي في غزوة مؤتة، كان مقتل الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه. فجاءوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرد قاسي من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ثأر هذا الدم، دم الصحابي الجليل، غاليا على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا غاليا على كل المسلمين في هذه البلاد رضي الله عنه. طيب، من حديثك يعني بيجيكم ناس من مختلف البلدان، وذكرت أنه حتى في ناس بيجي وبتسلم هنا. جاءنا يعني من هنغاريا وفد 6 فأسلموا في هذا الموقع، في هذا المكتب اللي كنا جالسين فيه، وبيكونوا عارفين أنه هذا مقام الحارث. نعم، عارفين هذا قصته. نحن لنا قائد موجود على الباب في الخارج، قارمة تعريفية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، ومن لا يعرف اللغة الإنجليزية موجود عندنا أيضا القرآن الكريم مترجم لكافة لغات العالم، موجود عندنا في هذا المقام، اللغة الإسبانية، اللغة خلينا نحكي الإنجليزية، كل شيء، الفرنسية موجود. فبمجرد نعرف أنه السائح من كذا نعرض عليه أنه هذا الكتاب يعني مترجم، فإما أن يقبل وإما أن يرفض، فله حرية الأمر. وجود مكان مبارك هون في هاي المنطقة بيأثر على الحي، فكيف مرتبط المقام مع أهل الحي في المنطقة؟ لم يكن هنالك سكان في منطقة الحارث قبل 10-15 سنة إلى 20، نحكي قبل 20 سنة، بل يعني موقع الحارث ومسجد الحارث جلب السكان من البلدة القديمة. الآن هذه ضاحية من ضواحي لواء بصير اللي هو مقام الحارث ومنطقة الحارث. ما أن تجد البيوت ما شاء الله حول الحارث، بيوت حجر وبيوت مرتبة، تاكسي الحارث، مخبز الحارث، صيدلية الحارث، مطعم الحارث، كل شيء تأثر واضح، تأثر واضح بين أهل المنطقة. حتى أنه كبار السن لا زالوا يزورون هذا المقام إكراما لهذا الصحابي الجليل وتقديرا لما قدم للإسلام هذا الصحابي الجليل. قتل الحارث كان حدث مهم ومفصلي جداً، اتحركت بسببه جيوش كاملة نحو منطقة مؤتة، المنطقة اللي قامت فيها المعركة بين المسلمين والروم والغساسنة، لأنه قتل الرسول كان حركة تعتبر تعدي على الحكم وعلى المسلمين.